السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي مدرسة يوب، أهلا بحضراتكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة يوب. النهاردة معانا درس جديد، وأعتذر لحضراتكم عن الغياب في الفترة السابقة عن تقديم فيديوهات. الحقيقة كنا بنحاول نقدم لكم مفاجأة. احنا قدمنا لكم بفضل الله عز وجل زي ما انتم شايفين معايا موقعين الكترونيين خاصين بالقناه. قدمنا لكم مدرسه يوب للبيت، فيها زي ما انتم شايفين المواضيع اللي بتلاقوها على القناه بشكل مفصل. عندنا كده زي ما انتم شايفين عندنا اكلات دايت واكلات اقتصاديه وصفحه رئيسيه واشغال فنيه وصناعه البان ونظافه بيت، وان شاء الله كل الحاجات اللي بتلاقوها على القناه هتلاقوها موجوده هنا على الموقع. وده تسهيلا على حضراتكم، لان في ناس كتير بتطلب مني حاجات بنبقى احنا فعلا اوريدي مقدمينها على القناه، لكن هي مش قادره تتابع كل الفيديوهات بتتوه منها. فعلشان نوفر لحضراتكم خدمه اسهل، قدمنا لكم موقع الكتروني خاص مدرسه يوب للبيت، في الاكلات اللي احنا بنقدمها والاشغال والصناعات ونظافه البيت وكل اللي احنا بنقدمه الخاص بناحيه البيت. وكمان قدمنا لكم الجزء الثاني من نشاط القناه، قدمنا موقع مدرسه يوب التعليميه. انتوا عارفين طبعا ان برضو من انشطة القناة ان احنا بنقدم مهتمين بتقديم منهج المرحلة الابتدائية، وبنقدم دروس اثناء فترة الدراسة، وبنقدم في الصيف تنمية مهارات، وبنقدم ازاي نزود مهاراتنا في اللغة الانجليزية. ادي الصفحة قدام حضراتكم زي ما انتوا شايفين بإذن الله. برضو لأن برضو كان بيجي لي أسئلة كتير، جماعة مثلا أنا مثلا في ثالثة ابتدائي مثلا أنا شفت درس قطرة ماء، فين درس توفير الكهرباء؟ يا جماعة درس توفير الكهرباء موجود، بس الناس بتبقى مش قادرة تتابع كل اللي موجود على القناة. فقدمنا لكم بإذن الله الإصدارات بشكل مرتب، كل اللي موجود على القناة هتلاقوه على المواقع. هجيب لحضراتكم الروابط بتاعتها في التعليقات أسفل شاشة الفيديو. كمان تقدر تدخل من الروابط اللي قدام حضراتكم دي على صفحات الفيديوهات المختلفة على القناة بتاعتنا وعلى الفيسبوك وعلى جوجل بلس، علشان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. وبكده نكون احنا قدمنا لحضراتكم فرصة ان انتوا تتابعونا بشكل افضل. دلوقتي هنقدم لحضراتكم بقى الدرس بتاعنا. برضو زي ما بقول لحضراتكم هسيب لكم الكومنتات اسفل شاشة الفيديو، وتحضير المواقع هو ده اللي اخرنا عن اصدار الفيديو الجديد. النهاردة معانا ازاي ننظف الكاتل بتاعنا او ننظف الغلاية الكهربائية بتاعنا. كتير مننا عندهم في المطبخ بتاعهم الكاتل او البويلر او الغلاية اللي بالكهرباء اللي لا غنى اصبح لا غنى عنها دلوقتي في كل بيت، كلنا بنبقى حاطينها الطبخ لما بنحتاج مية مغلية. كمان بتسهل كتير علينا لو احنا رايحين رحلة بناخد الكاتل معانا، رايحين عمرة، رايحين حجة، ربنا يرزقنا واياكم. بتسهل كتير معانا نحصل على مية مغلية. بتواجهنا كلنا مشكلة ازاي بننظف القاع البويلر او الغلاية بدون دعك من التكلسات اللي بتبقى متكونة تحت نتيجة غلي الماء المتكرر. النهاردة بإذن الله مقدمين لحضراتكم وصفة سهلة جدا. بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن احنا هننظف البويلر من غير ما ندعك، من غير صابون ومن غير اي حاجة. دي ازازة خل، بنجيب حوالي من نص كوباية خل لكوباية خل كاملة، بنحطها في البويلر بتاعنا، وبنبتدي ان احنا نسيب البويلر بتاعنا نولع عليه ونسيبه لحد المية تغلي تماما، ونفتح البويلر ونبص. لو لقينا التكلسات اللي موجودة تحت في البويلر خلاص بقت كويسة وانتهت وخفت وتم ازالتها تماما، خلاص يبقى احنا كده خلصنا عملية التنظيف. طب لو هي بقى متراكمه بقالها فتره طويله ولسه موجوده، بنسيب الخل اللي جوه. احنا مش هنرمي الخل، احنا عايزين يعني مش عايزين نهدر الخل اللي موجود، فاحنا بنسيبه يبرد شويه، وبنبتدي ان احنا نعمل اعاده غلي تانيه للخل مره تانيه. وفي نقطه مهمه جدا حابه اقول لحضراتكم، لازم يكون الخل خل بيور، يعني كل ما كان مركز كل ما كان احسن، محدش يحط خل ويخففه بالميه، النتيجه مش هتبقى كويسه. احنا عايزين نحط خل بيور، وكل ما كان الخل مركز كل ما كانت النتيجه افضل. وبنسيبه زي ما قلنا يغلي، لو ما نضفش من اول مره بنسيبه يغلي مره
تانية لحد ما كل التكلسات اللي في القاع تطلع. وبعد كده طيب الخل طبعا هيبقى ريحته طالعه جامد جدا في المطبخ، وهيبقى البويلر مكانه خل. بعد كده بنجيب نص كوبايه ميه لكوبايه ميه على حسب حجم الكاتل بتاعنا، وبنحطها في البويلر بتاعنا ونسيبه يغلي، علشان وظيفه كوبايه الميه دي ان هي تشيل اثار الخل اللي تبقى موجوده في الغلايه الكهربائيه بتاعتنا نتيجه غلي الخل فيها. وبكده نكون ازلنا كل اثار الخل اللي موجوده معانا في الكتل، وبالتالي حصلنا على كتل نظيف بأسهل طريقة وبأسرع طريقة وبدون دعك وبدون ما نتعب ايدينا. وما تنسيش طبعا حضراتكم لو استفدتم من الفيديو تعملوا لنا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وشيرنج للحلقة حتى تعم الفائدة. حابة اوجه الشكر لكل حد بيشوفنا، جزاكم الله خيرا عننا، انتم اللي بتدعمونا وبتخلونا نستمر في القناة. حابة اشكر كل الناس اللي بتعملين لايك للفيديو، برضو انتم فعلا بتحفزونا ان احنا نقدم الجديد، والناس اللي بتسيب لنا اسئلتها وبتسيب لنا تعليقات تشجيعية بشكركم شكرا جزيلا. صدقوني احنا احيانا الواحد انا بيكسل وبيتعب نتيجة المسؤوليات الاخرى اللي عليه، لكن وجود التحفيزات والمشاهدات واللايكس كلها بتحفزنا ان احنا نكمل مع حضراتكم ونقدم لكم الخدمة دي، سواء خدمة مدرسة تيوب للبيت او مدرسة تيوب التعليمية. ده بيحفزنا ان احنا نقدم لحضراتكم الخدمة دي، نقدمها لكم بكل الحب، ونرجو ان هي تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم. بنذكر حضراتكم بالمواقع الجديدة للقناة، موقع مدرسة تيوب التعليمية ومدرسة تيوب للبيت، بذكر حضراتكم بيها، وتقدروا تدوسوا على رابط الفيسبوك هتوصلوا للرابط الفيسبوك بتاع الصفحة، وكمان مدرسة تيوب للبيت هتلاقوا كل الدروس اللي نزلت على قناة مدرسة تيوب على اليوتيوب، هتلاقوها موجودة بشكل منظم وبشكل افضل بكتير وفي عناوين محددة، هتكون اسهل عليكم كتير ان انتم تتابعوا اصدارات قناة مدرسة تيوب من خلال المواقع بتاعتها. ما تنسوش تدخلوا على المواقع من الموجودة في، هنسيب لكم الروابط بتاعتها في الكومنتات، ولو حد عنده اي سؤال او اي مشكلة او اي اقتراح حابب يقدمه لنا، احنا بنرحب بكل التساؤلات وبكل التعليقات وبنرد عليها بفضل الله واحد واحد، وبنتواصل معاكم جميعا. ان شاء الله استنونا في مزيد من الفيديوهات، ان شاء الله هنقدم مجموعة بإذن الله مميزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.